من صغره وسلامة السلموني شاغل باله إزاي المصحف الشريف بيتكتب، إزاي بيتطبع. درس في الأزهر وبعدين خد الخطوة دي وكتب ما شاء الله مصحفين لحد دلوقتي. هو منورنا معانا في الاستوديو استاذ سلامة سلموني، منورنا. اهلا وسهلا، ربنا يكرمك. ربنا يبارك. عامل ايه؟ ازيك؟ طيب. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. ايه الجمال ده والعظمه دي؟ ربنا يبارك في حضرتك، حاجه محترمه جدا جدا. ربنا يبارك. طيب في البدايه كده عايزين نعرف الناس مين هو سلامة السلموني. تمام. انا اسمي سلامة السيد حسين حسين السلموني من قريه بني عادي باسيوط، مركز منفلوط. أجدع ناس. بشتغل رئيس قسم مراجعة المصحف مطبعة السحار للطباعة، وبدأت فكرة، لو حضرتك عايز تتكلم على فكرة المصحف وعلى الناس اللي بتتكلم على هل المصحف ده لازم يتكتب بخط اليد ولا لأ، ممكن نبدأ في الموضوع. لا أنا عايز بس أرجع معاك لحبك للكتابة، يعني هل موضوع الكتابة معاك من الأول أصلا في شغف معين من ناحيته؟ والله وأنا حضرتك وأنا صغير أصلا كنت بحب الكتابة جدا جدا جدا، وكنت دايما ابدا امسك قلم وورقه واكتب وكده. وجات لي يعني فكره المصحف دي بعد فتره كبيره، يعني السنه اللي فاتت انا بدات اكتب المصحف والحمد لله. يعني ما شاء الله انت كاتب اتنين مصحفين ما شاء الله. طيب زمان بقى ارجع بيك شويه للطفوله، كنت بترسم مثلا او كنت بتعمل اشكال هندسيه؟ علشان يا جماعه الحاجات اللي عاملها الله اكبر ما شاء الله، حاجات ما فيهاش يعني غلطه، انا بتكلم كمقاييس هندسيه. كنت بترسم زمان وبتعمل اشكال هندسيه وحاجات كده ولا دي موهبه من عند ربنا؟ لا هي موهبه ما شاء الله، يعني هي موهبه، بس يعني كنت بتمنى بعد كده ان شاء الله يعني في الخطوه اللي جايه ابدا ادرس اكاديميا دراسه الخطوط والزخرفه، وان شاء الله عشان اوصل للمنزله اللي انا محتاجها. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم معاك في التفاصيل في الحاجات الجميله دي. احنا هنروح فاصل ونرجع تاني بسرعه، استنونا. ورجع ايه ده استاذ مجدي عمل رجعنا لكم تاني مع الاستاذ اللي فخر لينا كلنا سلامة سلموني، وهيحكي لنا اكتر ازاي كتب المصحف الشريف بايده. منورنا تاني، كل سنه وانت طيب تاني. انا كنت بسالك. لا اتفضل يا فاروق. لا طيب سلامة، يعني احنا طبعا معتادين على يعني المصحف الشريف والخط دايما اللي بنشوفه مكتوب في المصحف دايما من الخطاط السوري عثمان طه. بالظبط. ايه اللي حبيبك بقى في كتابه المصحف، وبدأ من امتى الموضوع ده معاك؟ هو الأول أصلاً فكرة كتابة المصحف يعني فكرة كانت عادي خالص، أنا كنت بكتب، أنا بحب الكتابة، فبدأت أكتب عادي، ما فيش في دماغي إن أنا أعمل مصحف ولا الكلام ده. لكن كنت دايماً أبص عشان أنا شغال أصلاً في المصحف، فكان دايماً يعني في شعور يعني بيراودني حاجة إن أنا عايز أكتب المصحف على نسق عثمان طه، وكان هدف وأنا صغير إن أنا أعمل حاجة زي كده. لكن كان في قصه معروفه كنت برددها كتير يعني اللي خلتني برضو اكتر يعني ان انا عايز اكتبه. كان في واحد في قريتنا من 132 سنه كان بدا يكتب المصحف الشريف خط يد، فلما بدا يكتبه تكاسل شويه بعد ما بدا يكتب فيه، فشيخه راى رؤيا في المنام سيدنا عثمان بن عفان بيقول له ابلغ فلان ان يكمل ما بدا، فراح له وبلغه الرؤيا اللي شافها سيدنا عثمان. فقال له سيدنا عثمان رأى في المنام كذا وكذا، فبكى الرجل بكاء شديد وبدأ يكتب المصحف وأنجز أول مصحف وهداه لأول ابن من أبنائه اللي هم كانوا ست، وكتب خمس مصاحف تاني وأهداهم لكل ابن من أبنائه. وبعد كده كتب المصحف السابع وأهداه للدكتور محمد حسين مخلوف، كان المفتي في الوقت ده وهو برضه من قرية بني عدي، وأهداه له، وأهدى مصحف كمان في مكة وهو يقال موجود لحد دلوقتي هناك. فدي كانت هي بداية الفكرة ان انا ابدا اكتب المصحف. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب ايه؟ الوقت يعني قول لنا بقى ازاي بتكتب المصحف، وكمان بيقعد معاك وقت قد ايه في كتابة المصحف؟ يعني فهمنا كده الطقوس بتاعتك في كتابة مالك يا رحمة، في كتابة المصحف عاملة ازاي؟ لا انا كنت يعني انا كنت هعرض ان انا اوري للساده المشاهدين المصحف الخط، بعدين قلت لا كمان شويه فسرحت. طب السؤال ايه بقى تاني؟ طقوسك ايه في كتابه المصحف، وكمان بيستغرق منك وقت قد ايه في كتابته؟ اولا المصحف الاولاني كتبته في 7 شهور، بدات فيه 1/1/2018، انتهيت فيه منه 5/7/2018.
طيب هو بياخد منك يعني وقت في اليوم قد ايه؟ يعني سبع شهور. الاول عشان بس ما كانش فيه يعني حاجه هوايه، فكنت ممكن اكتب 3 صفحات في يوميا. لكن كمان المصحف الثاني كم صفحه؟ 3 صفحات. 3 صفحات يعني. اوكي. المصحف الثاني بدات لا صفحه واحده اكتبها على اساس ان انا اطلع العمل اكتر احترافيه من الاولاني. مكتوب بخط ايه المصحف؟ خط العثماني. طب ممكن اوريه الناس برضو استاذ مجدي؟ اه يلا. يعني برضو ايه؟ كنت بتقول لي قبل ما ندخل هوا، كنت بتقول لي الحاجات لازم تتسطر الاول، والخط لازم يبقى بـ 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 بمقاييس معينه، مش كده؟ بالظبط. ممكن تشرح لنا اكتر واحنا بنوري الساده المشاهدين؟ ده كله بخط ايدك ها؟ اه ما شاء الله كده باين؟ ما شاء الله مطبوع بالظبط. كنت بتسطر؟ هو حضرتك دلوقتي اصلا المصحف اللي هو لا ما شاء الله والكلام كتير، المصحف العثماني بيبدا 15 سطر. ايوه. لازم مسافات ما بين الاسطر تكون واحده. ما ينفعش انه يكون سطر اكبر من سطر او كده. وهو مبدوء الايات مختوم الايات. ما شاء الله. اوكي. فلا بد ان هو يتسطر طبعا تسطير مظبوط هندسي. ما شاء الله. انا كنت فاكر الخط اكبر من كده فهياخد مساحه اقل، فاهم؟ لا هو الخط ما شاء الله ده انت لا يعني حاجه جميله، حاجه مشرفه جدا والله. طيب قول لي يا سلامه، انت المصحفين دول بتفكر تسيبهم عندك ولا بتفكر تبيعهم ولا؟ لا لا، هو على فكره موضوع كلمه البيع دي اللي هي كانت يعني في ناس كتير بتضايقك؟ عرضت عليا مبالغ جامده جدا في المصحف الاول والثاني. فانا كنت اصلا رافض الفكره دي خالص يعني. طبعا هي لما بتبقى النسخه الاصليه اللي مكتوبه بالايد اول حد بيمتلكها دي بتبقى هاويه جدا موضوع الكتابه خط يد. بالظبط. وده ايه برضو ده؟ اصدر خليجي. ده ايه؟ ده المصحف الاولاني. ده اول واحد كتبته؟ ده اول واحد. بس ده اصعب متهيألي عشان اصغر؟ شويه. بس يا جماعه من البدايه خالص. افتح ده. طيب. طيب الادوات اللي بتستخدمها في الكتابه ايه؟ هو بالنسبه للمصحف الاولاني قلم عادي جدا. بس ده اصعب شويه متهيألي يا سلام. شويه. ده قلم عادي. ده قلم عادي جدا. لكن المصحف الثاني قلم 3 مللي 2 مللي خط عربي يعني. لكن الثالث اللي هو ال 3 مللي. انت هتقول لنا المصحف ده بتفكر تديه لمين ولا مش عايز؟ انا بقول لا انا بقول لحضرتك قبل ما ادخل. قبل ما ادخل انا قلت لحضرتك. ايوه. انا ما شفتش ترتيب البرنامج ايه بالظبط. انتوا اتكلمتوا مع محمد صلاح. ايوه. وانا والله قبل ما اجي انا بهدي المصحف ده لمحمد صلاح. الله يا بختك. يا جماعه احنا محمد يعني صلاح والله. اي حد بيشوفنا او طبعا العالمي محمد صلاح سلامه السلاموني بيهدي لك المصحف ده، المصحف الشريف الجميل ده اللي بخط ايده. يعني بتهدي اعظم هديه بالظبط ممكن تقدم له. ايوه. ان شاء الله ربنا يحفظه. كمان احنا هنشوف اخيرا. طيب ده بقى بالنسبه للمصحف الثالث. ما اعتقدش ان هو يعني هو اعتقد ان هو ممكن يفيد الناس جدا جدا ويفيد الامه. ايوه. المصحف ده ربع كامل، بيبدا بربع وبينتهي بربع. بص عليك كده بايديك. الكاميرا عندك. ايوه تمام. ما فيش مصحف موجود بيبدا بربع وبينتهي بربع. ايوه. احنا عندنا المصحف المعروف ان هو بيبقى الربع الواحد صفحتين ونص او 3 صفحات. صح. طب ما يمكن عشان ورقه كبيره. لا امال ايه؟ لا هو حضرتك ده بيتاخد منه جميع المقاسات بعد بعد الطباعه. يعني بيتمنتج على اساس ان هو بيبقى مقاسات. لو انت محتاج المقاس اللي هو كبير او الاصغر دي شغل ايه؟ تقني يعني. والله يعني حاجه محترمه جدا منك يا سلامه بجد والله. ربنا يكرمك. وحاجه طاهره وحاجه يعني حلوه وبنشوف ان انت بتكتب المصحف بخط ايدك، كفايه ان هو ثواب عند ربنا ومتشلك في الاخره. ربنا يبارك فيك. وهيبقى شفيع ليك بقى يعني بالكتابه. اللهم امين. وبالقراءه. اللهم امين. وجميع المسلمين نورتنا والله. ربنا يبارك فيك. كمان الكتابه انا يعني انا بعتمدها كتير علشان احفظ. هي اكتر حاجه تشجع على الحفظ. طبعا. يعني حتى لو خطكم مش حلو حاولوا تكتبوا القران الكريم عشان تحفظوا اكتر. بالظبط كده. على فكره نورتنا والله. ربنا يبارك في حضرتك. في حاجه اخيره هقولها. اتفضل. في ناس بعد ما كتبتوا تشجعت. بدات تقول لي لا احنا بدانا نكتب في مصحف يعني وكده. ففكره الكتابه يا جماعه مش سيئه زي ما الناس فاهمه. بالظبط. هي القصه كلها ان انت عايز تحسن خطك
اكتب المصحف الشريف هتلاقي خطك كويس ما شاء الله. والله في كل حاجه، عايز تحسن خطك، عايز تحسن يعني اللي خدناها من الحروف بتاعتك، تقرا القران بالزبط. حاجه كلها جميله وطاهره جدا. شكرا جدا ليك يا سلامه، نورتنا جدا. ويا جماعه يعني انا كنت برضو من يعني اول ما سلامه جه يتكلم معانا عن القران الكريم قلت له طب هو مش مطبوع كله؟ اي لا، اغلبيته مش مطبوع وبيتاخد من الكتابه، يعني بيتاخد الاول كتابيا وبعد كتابه وبعد كده بيتاخد بالطباعه يعني بالزبط. طيب هروح معاكم برضو لفقره ثانيه مهمه جدا، هتكون مع دكتور هايدي القاصد استاذ التعديل السلوكي والعلاقات الاسريه والاجتماعيه بعد الفاصل. فقره مهمه جدا، خليكم معنا.